منيح اني تركت. كنت مفتكر انا انه الصوت هو المقياس. عندما دخلت لقيت الصوت مش هو المقياس، في اشياء ثانيه هي المقياس. بس كان التعليق كله بمعظمه انه ميكروب الاير بيس لما بتفلت من الداينيكين لازم تهديها، ميكروب قريب بهالشكل هيدا. واخر تعليق كان على التياب والصباط يلي بلا كلسات، يلي جيت اقول انا انه لما قال انه هاي اغنيه وطنيه، اغنيه وطنيه ما بينطلع فيها بصباط وكلسات، فجينا بدنا نحكي. قال ما بدي تبرير. افتكرت حالي امام محكمه عسكريه وفي ضابط عم بيحاكمني. نحن بالنهاية فنانين. أنا مش عمري 5 سنين بالفن، 30 سنة، بس بحب أقول للأستاذ أسامة منها إنه الصباط مطلوب منه بقى كلسات، هن اللي طلبوا اطلع فيه هيك مش أنا. أنا كنت منقى بدلي بيضة لأغنية بكتب اسمك يا بلادي، صارت هيك. على كل حال هيدي الحلقة اللي كنت فيها أنا فعلا عم شوف التعليقات اللي عم تنزل على السوشيال ميديا. لما نقيب الموسيقيين في لبنان، نقابة محترفي الموسيقى والغناء، يعني اللي بيفهموا الموسيقى، الأستاذ فريد أبو سعيد، لما الأستاذ إحسان المنذر، لما معظم أساتذة الكونسرفاتوار الوطني، معظم الفنانين والكتاب والزملاء السوريين الممثلين السوريين، بوجه لهم تحية عبر التلفزيون وعبر فون، فكلهم بيرفضوا هيدي النتيجة. أنا حساس زيادة، كنت مع عيني على الحب. أول شيء يعطيك العافية، بارك الله فيك، يكفي الشرف، يكفي محبة الناس لك. بس Hey.